بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في هذا اللقاء الخاص والجديد ضمن برنامج إنجازات وطنية عبر شاشة التلفزيون الجوردن مرايا، ومعي الآن سعادة رجل الأعمال الأستاذ فايز محمود شحتوم من مؤسسة التوفيق لبيع قطع غيار الآليات. طبعا وهذه المؤسسة حقيقة التي تتمتع بشعبية عالية، والشعبية لا تأتي من فراغ. بالبداية أخي أبو هيثم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا سيدي. بالبداية وأنت تمثل ابن بلد أصيل، يعني وجلال سيدنا دائما يحيي أبناء البلد، يحيي فرسان التغيير. أنت يعني ما شاء الله عليك الآن صاحب هذه المؤسسة التي تتمتع بشعبية عالية. بالبداية سيدي وأنت غني عن التعريف، وأشهر من تعرف في هذا القطاع في هذه المنطقة وفي هذا البلد. نعرف السادة المشاهدين أخونا أبو هيثم أكثر، السيد فايز محمود شحتو، تحدث عن مكان الولادة، الدراسي، بداية الحياة العملية تسلسلها، والعائلة الصغيرة، كم لديك من الأبناء؟ الله يخلي لك. الحمد لله رب العالمين. أنا بداية حياتي كنت أشتغل بشركة إطفاء ألف كتاني، اشتغلت لمدة 14 سنة تقريبا، اكتسبت خبرة منهم من الشركة، وكانت مختصة بضغطات الهواء أطلس كوكو. بعد الفترة هاي بال 94 طلعت من الشركة إن شاء الله، وفتحت مؤسسة خاصة بي ولا زالت أعمل فيها لحد الآن، ونقوم بصيانات ضاغطات الأطلس كوكو من بيع وشراء وقطع غيار وكل شيء يخص بهذا المجال. الحمد لله. الحمد لله. كم لديك من الأبناء أستاذ فايز؟ الحمد لله عندي 4 أولاد و3 بنات. الله يخلي لك يوم يا رب. أستاذ فايز، مؤسسة التوفيق لبيع قطع غيار الآليات، نعرف السادة المشاهدين بهذه المؤسسة الكبيرة في عطائها، الكبيرة في إنجازاتها. متى تم افتتاح هذه الشركة؟ اختصاصكم من قطع الغيار، رأس مال الشركة، آلية العمل بشكل عام. والله الحمد لله احنا بنشتغل مجال كمبرسات ضغطات الهواء الأطلس كوبكو، وهي تلزم لجميع أنواع المصانع وتقوم بتشغيل الخطوط اللي فيها. ونحن نقوم ببيعها وصيانتها وتقديم قطع الغيار اللازمة لها. جميل. مصادركم من هذه القطع؟ والله المصادر باستيراد وبعضها شراء محلي. نعم. يعني بعد النجاحات لمؤسسة التوفيق لبيع قطع غيار الآليات وهذا الإنجاز الوطني الكبير، ما هي طموحات أخونا أبو هيثم المستقبلية في هذه الشركة؟ والله طموحاتنا إنه إن شاء الله نفتح، يعني نساوي مصنع إن شاء الله، ونحاول انه ان الماكينات هاي نصنعها بداخل الاردن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بالتوفيق. ابرز المشاكل اللي بتواجهكم في هذا القطاع، بالتاكيد لكل عمل مشاكل ومعوقات اللي متابعتها من فريق الاعداد. والله المشاكل اللي بتواجهنا يوجد منها فساد طبعا من بعض الشركات الاخرى، والحمد لله ما شكل ما عندنا كثير صحيح، لانه احنا لنا 20 سنه بنشتغل بالمجال هذا ما شاء الله، وسمعتنا الحمد لله موجوده بجميع المصانع، نقدم خدمه ممتازه، لذلك دائما احنا من الاوائل بهذا الشغل ان شاء الله. يعني بعد 20 عام من العطاء بالتاكيد تستحق التقدير، وتستحق ان تكون احد ضيوف برنامج الكفاءات الاردنيه بالتعاون مع بودره اهلم. يعني حقيقه سعداء جدا اخي ابو هيثم كنا في هذا اللقاء. نعمة الأمن والأمان أخوي أبو هيثم، نتحدث عن نعمة الأمن والأمان. إحنا دائما نطلب الأمن والأمان بفضل جهود جلالة الملك عبد الله والأجهزة الأمنية، ونتمنى دائما الخير للبلد وظل جلالة الملك، ودائما هو بالمحافل الدولية بيمثلنا وكل شيء بيسوي لنا، من اتصالاته بالرؤساء والقادة الخارجيين، وما شاء الله الحمد لله البلد بخير وأمان بوجوده وبوجود الأجهزة الأمنية، وما شاء الله والحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. ونتذكر يعني أخوي أبو هيثم كلمات جلالة الملك قبل أشهر عندما تحدث وقال ارفع رأسك أنت أردني. همات الأردنيين بالتأكيد دائما مرفوعة عاليا بهمة النشامة أمثالك أخي أبو هيثم. سيد فايز محمود شحتو، يعني أنت في مشروع خاص، ولكن هذا المشروع يرفع من اقتصاد البلد، يرفع من شأن هذا البلد. أنت تقدم عمل بشكل يومي تستحق الشكر والتقدير والثناء عليه. لو قدر لك يا سيدي سيد أبو هيثم، سيد
السيد فايز محمود شحتو، والتقيت بجلالة سيدنا وجها لوجه، يعني بظل هالظروف شو بتحب تحكي له رسالتك؟ يا سيدي احنا بنوجه له كل الشكر والتحية لجهوده الكبيرة اللي بقوم فيها لخدمة البلد وخدمة الشعب، ونشجعه ونمسك على ايديه دائما ونقول له الى الامام ان شاء الله لكل خير وبركة لهذا البلد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحدد للسادة المشاهدين استاذ فايز عنوانكم وكيفية التواصل معكم، موقع. يا سيدي احنا عنواننا القويسمة، شارع قرب البيطرة، مؤسسة التوفيق لبيع قطع غير آليات. سعادة رجل الأعمال الأستاذ فايز محمود شحتو من مؤسسة التوفيق لبيع وقطع غيار الآليات، نشكرك يا سيدي على حسن الاستقبال وهذه الحفاوة والضيافة وهذا الكرم وهذا الدعم المادي لهذا البرنامج، شكرا جزيلا. هل من كلمة أخيرة يا سيدي إلى جيل الشباب لحثهم على العمل في بلدنا الأردن؟ طبعا البلد محتاج إلى كل الشباب الموجودين، محتاج إلى جهودهم وخبراتهم، وإن شاء الله مفروض أنهم يعني دائما يحسوا أنهم عندهم مسؤولية وبلد محتاج لهم كثير، وبجهودهم البلد راح تنهض إن شاء الله. في نهاية لقائنا أستاذ فايز هل من كلمة أخيرة يا سيدي؟ يا سيدي إحنا بهمنا نوجه كلمة لرجال السير والأجهزة الأمنية ورجال المخابرات لحفظهم مع البلد والأمن والسير، وإن شاء الله كل كم مجموعة واحدة يوصلونا كل الخير والأمان للبلد هاي. أمين يا رب، الله يحمي هذا البلد، الله يحمي الأردن ويحمي بلدنا ويحمي القائد، يعني بهمة هذا الشعب الكبير الشعب المعطاء. في نهاية لقائنا أستاذ فايز، يعني أهلنا في فلسطين في الانتفاضة الثالثة، هذا العمل المشرف بطولات أطفال الحجارة حقيقة مواقف الأردن لا حد ينكرها، فنحن بلد واحد بالتأكيد، القلب واحد، يعني ما هي رسالتك لأهلنا فلسطين؟ رسالتي لأهل فلسطين إنه الله يوفقهم ويشدوا حالهم، والأردن دائما معهم، جلالة الملك دائما بالصف الأول كحكومة وكشعب وكمؤسسات وكأفراد، وربنا يوفقهم ونحن مسكين على يديهم وقلبنا معهم دائما إن شاء الله. بالتأكيد أعزائي المشاهدين يسرنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسعادة رجل الأعمال المعروف السيد فايز محمود شحتو من مؤسسة التوفيق لبيع قطع غيار الآليات من هنا من العاصمة عمان. نورتنا أخي أبو هيثم، شكرا جزيلا. شكرا لكم وربنا يوفقنا ووفقكم. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف.